مشاهدينا، للأسف هناك تزايد ملحوظ في نسب إصابة الأطفال بمرض السكري، وأصبح من الضروري على الوالدين أنهم يعرفوا ما هي أهم أعراض هذا المرض حتى يستطيعوا حماية أطفالهم من الإصابة به. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن تنضم لنا الدكتورة صفية شربيني، استشارية غدد صماء وسكري. أهلا وسهلا بك دكتورة. يعني بداية، لما نتكلم عن السكري عند الأطفال، هل هو مكتسب أم وراثي؟ هو له مكتسب، ما هو وراثي بالمعنى الصحيح. إيش معنى وراثي بالمعنى الصحيح؟ مثال الفقر الدم المنجري، هذا الأنيميا المنجلية وراثي. نعم صحيح. إذا الأم عندها الجين والأبو عنده الجين، يطلع في أولادهم 25% إلى حسب هذا مصابين بال السكري. الأطفال طبعا الغالبية العظمى من سكري الأطفال هو السكري من النوع الأول. السكري من النوع الأول ما هو وراثي، لكن في عوامل وراثية، بمعنى أنه في مناطق في الكروموزومات يكون تخلي الأطفال عرضة أكثر للإصابة بالمرض. المرض عبارة عن خلل في الجهاز المناعي، في النظام المناعي تبع الجسم. فالخلايا المناعية تبدأ تهاجم البنكرياس وتتلف الخلايا بيتا اللي تكون وتفرز الإنسولين، فيصير في ضمور في خلايا بيتا، ما يصير عند الأطفال إنسولين، ما يقدروا يكونوا إنسولين ولا يفرزوا إنسولين. في نوع نادر جدا جدا هذا وراثي، مثال سكري حديث الولادة. يعني إذا كان الطفل المولود حديثا أصيب بالسكري، فنعمل له فحوصات للجينات عشان نعرف هل هو فعلا مصاب بهذا النوع ولا لا. في نوع آخر نسميه وراثي أيضا، نسميه مودي ماتيورتي أونست دايابيتيز أوف يوث، اللي هو عبارة عن يشبه السكري في الكبار لكن يصيب الأطفال، وهذا فيه برضو جينات، لكن الغالبية العظمى النوع الأول وهو غير وراثي. طيب دكتورة صفية، هل ممكن أنه إصابة الأم أثناء حملها بالسكر أنه تنجب طفل فيه سكر؟ إذا كان عند الأم سكري الحمل، ما تنجب طفل مصاب بالسكر، ولكن أطفالها يكونوا عرضة للإصابة بالنوع الثاني مو النوع الأول، اللي هو مودي. لا مو مودي، النوع الثاني اللي يصيب الكبار. طيب، لكن ما تنجب طفل مصاب بالنوع الأول. يعني موضوع صراحة، لأن هذا السؤال دائما أسأل. طبعا تعرف أن الأم دائما قلقة على أطفالها لما يكون عندها النوع الأول، حابة تعرف هل أطفالي اللي حجيبهم من النوع الأول ولا لا. ليس بالضرورة. لا، ليس بالضرورة. طيب خلينا نتكلم عن الأعراض اللي تظهر على الطفل المصاب بالسكر. إيش هي البوادر هذه؟ كيف أنا أعرف إنه والله طفل احتمال يكون عنده السكر؟ بأي عمر يبدأ يظهر هذا الشيء؟ السكر النوع الأول يظهر في جميع الأعمار، لكن قمة ظهوره يكون في مرحلة البلوغ بين 12 إلى 14. هذه أعلى نسبة من الأعمار اللي يصيبها النوع الأول، لكن ممكن يظهر في الطفولة، ممكن يظهر حتى عند الكبار بعد تجاوز 60، لكن أغلب الحالات تظهر في هذا العمر عند البلوغ. طبعا للأسف الشديد ما في شيء ينبه الأم أنه هل ممكن هذا طفلي عرضة للإصابة بالنوع الأول ولا لا، لكن بظهور المرض الأم تلاحظ أنه إذا كان طفلها يصير عنده تبول كثير، تلاحظ الطفل إذا يروح دورة المياه بكثرة، يشرب بكثرة، وزنه بيقل، عنده وهن، عنده قلة في الطاقة، فهي الأم تلاحظ هذا الشيء. وتكون الأعراض عادة سريعة الحدوث، يعني ما تتجاوز أسبوع إلى أسبوعين، 3 أسابيع بالكثير. يعني دائما هذه الأعراض تكون سريعة الحدوث، بخلاف النوع الثاني اللي هو في الكبار تكون الأعراض ممتدة حتى إلى 10 سنوات.
ما يلاحظ الإنسان، بس في الأطفال دائما تكون سيئة على طول. أنا دائما أشوف السكري عند الكبار أحس أنه شيء ممكن الشخص يتعايش معه، ما أدري إذا أنا صح أو غلط، مع أنه أحس الأطفال صعوبة في التعايش معه بحكم أنه السكري مرض خطير. يعني ممكن الطفل يدخل في غيبوبة سكر لو الأم ما كانت حريصة أو منتبهة. أنت شو رأيك دكتورة؟ هو طبعا السكري السكري خطير، لكن يمكن التعايش معه في حال عرفت الأم، الوالدين عرفوا كيف يديروا المرض، كيف يتعاملوا مع المرض. طبعا إذا كان في صغار السن، بس بعد 12-14 نحن بنحاول نعطيهم الأطفال نفسهم، المريض نفسه، نحاول ندعمهم على أساس يقدروا هم بنفسهم يديروا مرضهم. لكن طالما السكر مسيطر عليه الشخص يقدر يعيش حياة طبيعية جدا. يعني أمثلة كثيرة، في ناس رياضيين عندهم النوع الأول، في ناس أطباء تخرجوا وصاروا من أشهر الأطباء وعندهم النوع الأول. يعني يجي في الطفولة بس عرفوا كيف يتعاملوا مع المرض. أيضا طيب، إيش هي أبرز الممارسات الخاطئة اللي بيقوم فيها أولياء الأمور ممكن تؤدي إنه الطفل يصاب بالسكر؟ يعني هل مثلا لما أنا كأم مثلا ولدي عنده زيادة وزن وأخليه يأكل الجانك فود والحلويات وغيره، هل هذه ممكن بالفعل تسبب له سكر؟ هذه تسبب له النوع الثاني، زيادة الوزن، العادات الغذائية الخاطئة، عدم ممارسة الرياضة، هذه كلها تؤدي إلى النوع الثاني من السكر. وقد يسأل الناس يسألوا هل الأطفال يصابوا بالنوع الثاني؟ نعم يصابوا بالنوع الثاني، إذا كان عندهم سمنة، كان عندهم استعداد وراثي، الأم والأب والعائلة فيها النوع الثاني. زيادة الأكل الخاطئ، عدم ممارسة الرياضة، هذه من العوامل اللي تؤدي للإصابة من النوع الثاني. طيب دكتورة، برأيك هل واجب من الأسرة أنها تبلغ المدرسة بوجود طفلها المصاب؟ من الضروري، ضروري جدا، لأنه الطفل اللي مصاب بالنوع الأول علاجه الإنسولين. والإنسولين طبعا السكر يتذبذب مع الإنسولين بين الارتفاع وبين الانخفاض. الطفل ما تقدر تتحكم في أكله، يعني خاصة في صغار السن ما تقدر تفرض عليه دائما أنه ما يأكل حلويات طبعا. ما يأكل الأكل حقهم ما يكون في أوقات، يعني مثال في الفسحة يبغى يأكل مع أصحابه، شاف أصحابه يأكلوا يشربوا عصير يبغى يشرب عصير، فهنا يجي دور المدرسة. بالإضافة إلى أنه لما المدرسة تكون عارفة أنه السكر مصاب، الطفل مصاب بالسكري، تعرف كيف مثلا لو صار عنده انخفاض في السكري يعرفوا كيف يتعاملوا، لأنه انخفاض السكري حالة إسعافية. فبعضهم حتى نعلمهم كيف يعطوا حقنة الجلوكاجون، اللي هي لما يصير الانخفاض نعطيهم حقنة الجلوكاجون عشان يرتفع السكر. الوعي عموما أحسن بكثير من زمان. زمان كان الأطفال ما يبغوا أحد من أصحابهم يعرفوا، ما يبغوا أحد من المدرسة يعرف أنه أنا عندي سكر. الآن يعني بعض مرضايا نفسهم يقولوا دكتورة أعطينا تقرير عشان نعطيه للمدرسة. مظبوط. ففي وعي، في متابعة وعي المدرسة مهمة طبعا. يعني طب دكتورة، ذكرتي أنه يستطيع الطفل التعايش مع هذا المرض بالوعي والتوعية والاهتمام بالغذاء وغيره ومراقبة السكر، ماذا لو لم يكن هناك اهتمام ويحصل هذه مثلا الهبوط والصعود في السكر وعدم استقرار السكر، إيش اللي بيسببه للطفل على المدى البعيد أضراره؟ مرض السكر سواء النوع الثاني أو النوع الأول طبعا كلنا عارفين في مضاعفات، الواحد ما يحب أنه يخوف الناس منه، بس المضاعفات كثيرة، يعني تشمل كل حاجة. ممكن يؤثر على الشبكية، يؤدي إلى مشاكل بالنظر، إلى فقدان البصر، ممكن يؤثر على الأطراف العصبية، يصير عندهم عدم إحساس أعراض التنمل، مو
ممكن الكلى يؤدي الى فشل الكلوي. من سن صغير يا دكتوره ممكن يظهر عليهم؟ لا، من هم صغار ما يبين. النوع الاول عشان تبدا المضاعفات نبدا نبحث عن المضاعفات في الشخص المصاب بالنوع الاول بعد 5 سنوات من اصابته، لانه ياخذ وقت حتى تظهر المضاعفات. بس اذا بقى المرض غير مسيطر عليه لمده 10 سنوات 15 سنه، بالتاكيد حتصير يصير نوع من انواع المضاعفات. نعم. دكتوره صفيه الشربيني استشاريه طب صماء وسكر، يعطيك العافيه وشكرا لتواجدك اليوم. الله يعافيك، شكرا جزيلا. مشاهدينا اكيد احنا مكملين معاكم ولكن بعد الفاصل.